بكل صدق لسي مصطفى خطر ولسي مصطفى عندي علاقة خاصة به بحال الأخ الصغير ديالي، وأنا كنت معاه في اتصال. سي مصطفى تخلق تخلق كانوا مدار جاوه قدموه، حس بشوية ديال الحقرة، كان ليه رد فعل. أنا تحدثت معاه، أنا طبعا كل التضامن وكل الدعم لسي مصطفى، ولكن في إطار قانوني ما يمكنش غادي نجي ونقول اليوم انا خمس شكفان. ما كنناقش واش على خطا ولا على صواب، اللي كنناقش هيبه ديال المؤسسات. هيبه ديال المؤسسات. خلصوا الكفاله ومن بعد ندافعوا على حقنا. ولكن باش يكون واحد الموقف ديال لا ما غاديش نخلص، ما كنتاش باش الناس اللي خلصوا الكفاله كلهم كانوا مظلومين، راه بزاف الناس اللي خلصوا الكفاله وما كانوش يعني ما ولكن اليوم سافرفون بين جوج حوايج، التضامن اللي قلتها، التضامن مع مناضل ديالنا الى جانبه، وغادي يكون غادي عندنا محامون الاخوان اللي استرعوا اللي غادي يكونوا الى جانبه، وغادي يدعموه في هذه القضيه اللي كنتمنى ان شاء الله انها ما تمشيش تلقى الحل ديالها. وكما كنقول في اطار واحد الهيبه ديال الوقار ديال المؤسسات، وانا كسياسي ما يمكن ليش نتهاون على هذا المستوى ديال الاحترام الهيبه والوقار ديال المؤسسات، خصوصا ان المساله في القضاء، اذا في القضاء ما يمكنش نبقى شنو نقول، نبقى نعطيو رايي، الا حينا هذا صافي اذا عاوتاني صافي دخلنا في الميعاد. لا قدر الله وكان شي حاجه خايبه المستوى ديال السياسي معكم. لا ما غاديش تكون شي حاجه خايبه، لان الامر راه ماشي نقولوا في الاختيار السيد مصطفى احمد واحد التهمه ديال انه كان واحد القذف ولا كان واحد السب ولا كان شيء نصلحوا وغادي نحاولوا نقادوا، ولا كان يخدم اعتذار يخدموا. دابا السي مصطفى خصكم تعرفوا هو انسان عفوي، انسان طيب، انسان عفوي، راه ما كيعمرش هذاك الشيء اللي عنده في دماغه كتشوف في لسانه. احيانا ما كيديكش يقول كل شيء، لان هو كيدافع هو بطل الاعتذار، كيدوش عنده واحد الشحنه واحد الطاقه ايجابيه كثير كبيره، اذا لا بد كيكون صعيب انه يحتويها وانه يتغلب عليها. ف مره اخرى كنقول لك بانه حنا نوفيلو له كل التقدير والاحترام، وكنعززو بالحضور ديالو معنا في الحلقه الشهريه، وفعلا طاقه وبطل عالمي ادى للبلاد خدمه كبيره، وكان بين الناس اللي فعلا كانوا كرسوا الامجاد ديال الرياضه المغربيه. وقع واحد المشكل صغير اللي كنعتقد انه واحد سوء فهم، سوء تفاهم، ان شاء الله غادي يلقاو حلول وغادي يرجع السير الخصم يكمل المهام ديالو على راس الجماعه ديالو، ونتمنى ان شاء الله انه تكون لي فصلات مستقره على مستوى الجماعه. شكرا.